السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ أتمنى تكون الأمور ماشية معاكم سلسة إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هتبقى المرة التانية في الريفيجن للبراكتيكال، هنكمل فيه موديول الجي اي تي زي ما قلنا، وإن احنا concerned mainly بالبراكتيكال اكزام والانسرنج الكوشنز بتاعته. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة، احنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا كده يعني، بس عملنا مقدمة سريعة على الـ structure of serous and mucous glands. النهاردة هنكمل الـ salivary gland بالتفصيل مع البنكرياس، على أساس ان احنا قلنا ان البنكرياس برضو عبارة عن في secretory part شبه بالظبط بتاع الباروتيد gland والـ excretory system بتاعها، ومعايا كمان الـ endocrine part اللي فيه الـ islets of Langerhans. نبتدي كده واحدة واحدة. المرة اللي فاتت احنا خلصنا التانج، خلصنا الليب، اتكلمنا عن اللينجوال بابيلي، ناقشنا كده فكرة عامة عن الباروتيد والسبمانديبلر والسبلينجوال، واستعضنا بكلمة السبمانديبلر والسبلينجوال دي ان احنا هنتكلم فيها، ونقول بس انها ميكسد سليفري جلاند على اساس ان انا شايف قدامي الميوكس اسيناي. اللي هيقول ميوكس جلاند صح، اللي هيقول ميكسد سليفري جلاند صح. الباروتيد لا اما اقول عليها باروتيد لا اما بيورلي سيروس، لان الباروتيد السيروس اسيناي فيها ما فيهاش سيلز غير السيروس سيكريتوري سيلز. هندخل معانا النهارده ان شاء الله الليفر والجول بلادر، وهنتكلم عن البنكرياس. تاني نبص على السلايدز بتاعت الباروتيد جلاند زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انا لو جيت الناحيه دي كده استخدم بس الماوس عشان نبتدي نشاور، انا شايف قدامي اسيناي، ودي اللي بتمثل لي السكريتوري بارت، وعندي اكسكريتوري داكت سيستم، دي واحده الثانيه الثالثه، بفرقهم عن بعض بايه، سواء الاسيناي سواء الداكت. ان انا عندي الداكت دايما اليومن بتاعها بيبقى واسع، لان دي المكان اللي بيحصل فيه اكسكريشن للسكريشن اللي اوريدي اتجمع وطلع من كذا اسيناس حوالين الداكت. انا عندي الداكت دي لها اسماء، الاسماء ده بيبقى على حسب الاناتوميكال سايت بتاعها. يعني لما نيجي نتكلم على الستراكشر او الهيستولوجيكال ستراكشر اوف الجلاند، جلاند عامه، باجي اتكلم على انها بتتكون من جزء استروما وجزء بارينكما. الاستروما دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكونكتيف تيشو كبسول اللي محوطها، محوط الجلاند كلها على بعضها، وبعدين الكبسول ده بيبعت لي كونكتيف تيشو سيبتا او ترابيكولي اللي بتقسم الجلاند دي للوب والبيولز. لو انا عندي الداكت سيستم دي موجوده ان بتوين تو لوبس، يبقى دي اسمها انتر لوبولار داكت. يعني ايه انتر لوبولار داكت؟ كلمه انتر يعني ان بتوين، يعني دي اللي ما بين اللوب ده واللوب ده، وطبعا دي اكيد هتبقى كبيره في الحجم لان دي اللي بتجمع بتوين الانترا لوبولار داكت. يعني ايه انترا لوبولار؟ كلمه انترا يعني انسايد، يبقى كلمة enter يعني in between، يبقى أنا اللي موجود في الكونكتيف تيشو سيبتا اللي عامل separation لللوبس واللوبيولز عن بعضها، لكن intra يبقى أنا جوه لوب واحد، جوه لوبيول واحد، يبقى عندي اللي جوه وحواليها أسيناي في نفس المكان، تبقى دي الانترا لوبيولار داكت الكبيرة اللي بتجمع وبتاخد من الانترا لوبيولار، يبقى دي الانتر لوبيولار داكت. طب على مستوى الامتحان الجاي ده احنا هنعمل ايه؟ اكتب لي داكت بس وخلاص، مالكش دعوة. تمام؟ طيب المنظر اللي قدامي ده اقول عليه سيروس ولا ميوكس؟ احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان السيروس دوت الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن البيكتشر اوف بروتين سينثيزنج سيلز. يبقى انا عندي بيزل بيزوفيليا، يبقى لون ازرق هو اللي طاغي على السيلز بتاعه الاسيناي، هي المسؤوله عن الفورميشن اوف بروتين سيكريشن اللي موجود في التوب اللي عامل اللون الريد ده اللي هو الاسيدوفيليا بتاعه السيتوبلازم. تمام؟ طيب لو حبينا نشوف الصورة على أرض الواقع، أول حاجة هشوفها الكونكتيف تيشو كبسول الناحية دي، مدخل لي جوه الجلاند كونكتيف تيشو سيبتا أو كونكتيف تيشو ترابيكولي. لو أنا جيت بصيت على السيبتا دي وشفتها مقسمة لي لوبيولز ما بينها وما بين بعضها، هلاقي قدامي دي كلها كده جروبس أوف سيروس أسيناي. السيروس أسيناي دي بتجمع عشان تبعت لي في داكت، أدي داكت واحدة تانية، دي واحدة كمان، ادي واحدة. شايفين شكل السيلز مرصوصة جنب بعضها بمسافات ازاي، وعندي وايد اليومن ازاي بيعمل درينج للسكريشن. دي كلها انترا لوبيولار لانها موجودة جوه اللوبيول. لو جالي حاجة كبيرة، للأسف هو مش بيعمل باك،
نبص عليها في حاجة تانية. لو جالي حاجة كبيرة زي دي مثلا كده موجودة جوه السبتة نفسها، يبقى دي اللي بتفصل لي ما بين اللوبيولز وبعضها، يبقى دي الانتر لوبيولار داكت اللي هي الان بتوين اللوبيولز وبعضها. طيب اللي انا شايفه قدامي ده ايه؟ زي ما اتفقنا، لا هقول سب مانديبولار ولا هقول سب لينجوال. لو انا شايف ميوكس اسيناي بس يبقى انا هقول ميوكس سليفري جلاند. طب لو انا شايف ميكسد زي المنظر اللي قدامي دوت يبقى ميكسد سليفري جلاند. المنظر اللي قدامي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات دارك بيزوفيليك ستيننج موجوده على الايدجز او البريفري بتاع الاسيناي، ده اللي كنا بنقول عليه سيروس ديمينيول اللي هو شكل الهلال في التجميعه بتاعته حوالين الميوكس سيكريتنج سيلز او الميوكس اسيناي. قلنا الفرق ما بين الميوكس والسيروس زي ما باين قدامي كده، هنا راوندد بيزل نيوكلياي، هنا فلاتند بوشد داون ووردز علشان السكريشن اللي هو الفومي ابيرنس بتاع الميوكس بيزق النيوكلياي داون وورد ويخليها ناحيه البيزل سايد اوف ذا سيل ميمبرين. عندي اليومن هنا اوسع شويه، في فروقات كتير قوي ما بين السيروس والميوكس، بس انا عايزك تفرق على مستوى العملي. اللي انا شايفه قدامي ده شريحه فاتحه خالص كلها عباره عن فقاقيع الصابون زي ما اتفقنا مع بعض، يبقى كل اللي انا شايفه قدامي عباره عن ميوكس اسيناي. شايفين كده يا دكاتره؟ كل الحاجات اللي منوره في النص دي الدكت سيستم بتاعها، ده كل كده الدكت سيستم بتاعها. يبقى اتسائل على ميوكس اسيناي، اتسائل على الدكت، اتسائل على الفاينل دايجنوزز اللي هو الميكسد سليفري جلاند. الجزء السيروس هنا عباره عن ايزوليتد اسيناي اللي هو الجزء الدارك ستيند اللي تحت دوت، ده السيروس اسيناي اللي خلتني اقول ان ده مش بيور لميوكس، ده ميكسد سليفري جلاند. انا شايف هنا قدامي على هاير ماجنيفيكيشن شويه الميوكس اسيناي بالبيلي ستيننج بتاعها زي ما قلنا، لان الميوسين بيدوب ما بينهم ما بين بعض الانترا لوبيلار او الانتر سوري الانتر لوبيلار داكتس شايفينها، والناحيه دي حاجات سيروس اسيناي. يبقى ده السيروس ديمينيول راكب على الميوكس اسيناي الفاكيوليتد سيتوبلازم بسبب الميوسين اللي داب، يبقى دي كلها على بعضها ميكسد سليفري جلاند او ميكسد اسيناي من سيروس وميوكس. نيجي على البنكرياس. البنكرياس عباره عن زي ما قلنا معادله، المعادله دي عباره عن باروتيد جلاند بلس اللي انا شايفه قدامي ده داكت سيروس اسيناي بلس ايه بقى؟ ايه اللي زاد عندي هنا؟ اللي زاد عندي دي الايلتس اوف لانجر هانس. طب الايلتس اوف لانجر هانس دي كان ليها ايدنتيفيكيشن وسيلز موجوده على البريفيري والفا وبيتا ودلتا والموجودين في السنتر مين؟ لا ما يهمنيش، انا عشان اشوفهم واتعرف عليهم باللايت مايكروسكوب انا محتاج سبيشال اميونو هيستوكيميكال ستيننج للسبيشال هرمونز اللي بتطلع منهم. يبقى على مستوى الامتحان اللي جاي بتاعي انا هعرف ايه؟ هعرف ان الاندوكراين بارت بتاعي عباره عن ايلتس اوف لانجر هانس، وان الاكسوكراين بارت بتاعي عباره عن السكريتوري اسيناي مع الدكت سيستم. طيب هنا انا شايف ايه؟ شايف اللون بتاع الستيننج بتاع الباروتيد جلاند بالدارك ستيننج ابيرنس بتاعها على مسافات مختلفة ما بينها وما بين بعضها، شايف حتة الفواتح خالص ديت الايلتس اوف لانجر هانس، ده بلاد فيسل لو حد هيسأل عليه. دي ايه بقى؟ ده بورلي ديفلوبد كونكتيف تيشو سيبتا. لما تيجي تقارنها كده وترجع انت بقى للباروتيد او الميكسد سليفري جلاند هتلاقي انت شايف الكونكتيف تيشو نفسه. البنكرياس دايما الكونكتيف تيشو سيبتا او ترابيكلي بتاعته خفيفه جدا، فتلاقي مكانها زي ما يكون مفيش تيشو اصلا، فراغات بيضاء. ده فرق تاني يفرقها لك ما بينها وما بين الباروتيد جلاند. يبقى انا شايف كونكتيف تيشو سيبتا، شايف السيروس اسيناي بالدارك ستيند بيزوفيليك ابيرنس بتاعها، شايف الايلتس اوف لانجر هانس. اكبر اكتر هشوف تجمعات الايلتس اوف لانجر هانس حواليها السيروس اسيناي، ويبقى ده الفاينل دايجنوزيس بتاعي البنكرياس. نفس الكلام
ده مقارنة عشان يشوريك ان الستيننج بتاع البنكرياس بالبيزل بيزوفيليا والسنترال او الابيكال اسيدوفيليا زيه زي الباروتيد، بس انا زاد عندي هنا حاجة مش موجودة في الباروتيد اللي هي الايلتس اوف لانجرهانس. مقارنة بالستيننج اوف ذا سبمانديبولار جلاند هلاقي البيل ستيند ابيرنس بتاعها بالمنظر الفومي بتاع الميوسين اللي داب. ندخل على الليفر. الليفر طبعا انتوا كنتوا خدتوا فيه سيكشن براكتيكال كامل، واخدتوا فيه اس جي اس عشان اتكلم على الالترا ستراكشر بتاعه واتكلم على الفانكشن اوف هيباتوسايتس. برضو زي ما قلنا اللي هنقوله دلوقتي هو اللي احنا مطالبين بيه في امتحان البراكتيكال ان شاء الله. زي ما انا شايف قدامي كده، لو انا خدت حته كده من الليفر وفردتها على السلايد وبصيت عليها هشوف ايه؟ هشوف ان الاستراكشر بتاع الليفر ده عباره عن هيكساجونال ستراكشر. هيكساجونال ستراكشر عباره عن سداسيات من اللوبس جنب بعضها، بيفصلهم ما بينهم ما بين بعض ايه؟ بيفصلهم ما بينهم ما بين بعض حاجه اسمها بورتال ترايات. البورتال ترايات ده بيتكون من ايه او كونتيننج ايه؟ كونتيننج برانش من الكاناليكلاي اوف بايل داكتس، اند عندي حاجه من الفين البورتال فين وحاجه من الارتري اللي هو هيباتيك ارتري، يعني جزء من البلاد سبلاي وهو بيتفرع في البورتال ترايات على الايدجز ديت. كل واحد من دول السنتر بتاعه معمول بمين؟ ببرانش من السنترال فين، والسنترال فين دوت بيبقى رادييتنج طالع زي بيسموه سان راي ابيرنس اشعه الشمس مرصوص حوالين السنترال فين. الحاجات اللي انا شايفها بالبراون ديسكالوريشن دوت اللي هي كوردز من الهيباتيك سيلز او الهيباتوسايتس بتبقى مرصوصه، بيقول لك الكورد دوت او العقد اللي قدامي لا اما 1 سيل سيكنس لا اما 2 سيل سيكنس، ده الشكل بتاعه. يبقى انا لما اجي ابص على شريحه الاقيها منور فيها زي قرص شمس كده، وقرص الشمس ده طالع رادييتنج بالاشعه بتاعته، يبقى دي كلها عباره عن السنترال فين بالبرانشات بتاعته مرصوص حواليها الهيباتوسايتس ان كوردز. يبقى المنظر ده عباره عن ايه؟ زي ما قلنا ده السنترال فين سان راي ابيرنس رادييتنج منه البرانشز بتاعته مرصوص فيه البرانشز دي عامله لي البلاد ساينوسايدز اللي جوه الليفر مرصوص حواليها او ان بتوين الكوردس اوف هيباتوسايتس لا اما سنجل سيل لاين لا اما تو سيل لاين. شايف انا قدامي بلوك من الليفر، عندي الخروم دي كلها عباره عن السنترال فين زي ما قلنا هيبقى مرصوص حواليها كوردس اوف هيباتوسايتس. يبقى انا شايف البورتر اريا على الايدجز او البورتر تريات، شايف السنترال فين في النص طالع منه التفريعه بتاعه السان راي ابيرنس. تقسيمه الليفر لوبيول اللي السنترال فين في السنتر بتاعها اللي بسميه الكلاسيك هيباتيك او ليفر لوبيول. تاني يبقى انا شايف ليفر لوبيولز اشكال السداسيه، السنتر بتاعها هيبقى السنترال فين، عند الكورنرز بتاعتها هيبقى عندي البورتال ترايات. يبقى سنترال فين بليتس او كوردز للهيباتوسايتس ما بينها وبين بعضها البرانشز بتاعه السنترال فين اللي هي الليفر ساينوسايتس، الفراغات البيضه اللي انا شايفها ديت دي كلها النيوكلياي بتاعه الهيباتيك سيلز او الهيباتوسايتس. نفس الكلام ده كله تكبير عشان يوريني الهيباتوسايتس وهي مرصوصة في برانشينج كوردز حوالين الهيباتيك ساينوسايتس. في حاجات بقى هنا الصورة دي مهمة، لو جينا نبص على الداتا بتاعتها اللي ممكن نشوفها هنشوف الوول بتاع الهيباتيك ساينوسايتس وهو معمول بالاندوثيليال سيلز على البريفري بتاعته. هشوف ان السنتر اللي بيبقى موجود في الساينوسايتس حاجة اسمها الكابفر سيلز، ودي واحدة من السيلز الاسم تاني للاسامي الماكروفاش في البلد اللي مسؤولة عن الفلتريشن اكشن اللي بيحصل في الليفر. المسافة اللي موجودة عندي هنا بتوين الهيباتوسايتس ما بينها وبين بعضها عندي space of the say او ده اللي بيسموه البيري sinusoidal space. يبقى دي كلها units من الهيباتوسايتس، دي الفلات نيوكلياي بتاعة الاندوثيليال سيلز، عندي space of the say وبلاقي فيه الكابفر سيلز. في نوع تاني من السيلز اسمه ايتو سيلز بس ده مش هنشوفها في الصورة دي. ده الليفر قدامي بالسان راي ابيرنس بس ده سيلفر ستين عشان يوريني الريتيكولار فريم وورك بتاع الليفر او البنيه التحتيه بتاعه الليفر اللي شايله السيلز.
زي ما احنا شايفين central vein، كل دوت الدعامات اللي شايلة الليفر من الريتيكولار فايبرز بتاعته. طيب في جزء في الليفر بيبقى ليفر اند جول بلادر، كان عندنا سلايد كده لو حد فاكر في البراكتيكال او في السكشن، كان بيبقى حته ليفر معاها جول بلادر. هي الجول بلادر عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن جزء بلج متعلق في الليفر، التشو بتاعه ملوش علاقه بالليفر خالص، هي متعلقه بيها وكونكتد ليها بالدكت سيستم. موجود فيها ايه؟ بشوف فيها اللايننج ايبيثيليوم اللي موجود في اليومن بتاعه الجول بلادر ديت، عباره عن سيمبل كولامينر ايبيثيليوم. اما اشوف الوول بتاعها المميز فيه ان عندي ميكوزا ماسل لاير سيروزا لاير، واهم حاجه اللي بيميز السمبل كولامينر ايبيثيليوم بتاعها الطول نيوكليوي بتاعه الايبيثيليوم. طب انا لو شفت دي صعبه؟ اه صعبه. هعرفها ازاي؟ هعرفها لما تجيلي مع حته من الليفر. كده احنا خلصنا مع بعض الجزء الخاص بالسكشن النهارده او المراجعه بتاعت النهارده، اللي هي كانت ناقشنا فيها السليفري جلاند، البنكرياس، structure of the liver and gall bladder. المرة الجاية إن شاء الله يبقى فاضل لنا التيوب سيستم أو الجزء بتاع التراكت، ما نتكلم من أول الأسوفيجوس لحد الأنال كانال.